ممكن نقول انه يعني ملف التطوير المؤسسي هيساعد على تعزيز الثقه بين المواطن والحكومه باشمهندسه غاده؟ اكيد، لان حضرتك انت بتساعدي، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل على التهيئه. التهيئه لو انا هديكي مثال، قبل ما يعني التامين الصحي الشامل يتطبق في محافظه الاقصر او في الاسماعيليه اللي عليهم الدور بعد بورسعيد، فانت قبل ما يعني تقدمي منظومه التامين الصحي، ففي شغل كتير جدا بيحصل في المحافظه، في ديوان عام المحافظه، في المراكز، في المدن، على مستوى المديريات كمان، مديريات الخدمات، ده على مستوى الموظفين. على مستوى المواطن كمان عندنا برامج بتأهله، عندنا كذا مبادرة في وزارة الاتصالات يعني بتستهدف الفئات مختلفة، فئات عمرية مختلفة، يعني بغض النظر على المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطن، عندنا برامج بتخدم جميع الفئات هكلم حضرتك عليها يعني. طب هايل، دور التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ايه كمان في مواجهه اي انحرافات يعني ممكن تكون موجوده لدى بعض العاملين في الجهاز الاداري للدوله؟ هو حضرتك التحول الرقمي واللي احنا بنشتغل مع زمايلي القائمين على التحول الرقمي والميكنه، انت بيبقى في فصل تام بين مقدم الخدمه وطالب الخدمه، فبيبقاش في مجال للفساد. فالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي بيساعد من الوقايه من الفساد وبالتالي لمكافحته، فبيساعد كتير. هل مصر الرقميه اللي بتسعوا للوصول اليها هي بتقتصر فقط على رقمنه الخدمات الحكوميه ولا ليها اوجه اخرى؟ انت في كذا قناه علشان المواطن يحصل على الخدمه. قناة عن طريق البوابات المختلفة، وطبعا بوابة مصر الرقمية هي بوابة الحكومة المصرية، عندنا قناة أخرى زي البريد، عندنا عن طريق التطبيقات المحمول، وعندنا المكاتب القطاع الخاص، وطبعا هو يذهب إلى الشباك أو المكاتب الأمامية، فبنشتغل على كل هذه القنوات، والمواطن له الحق في الاختيار إن هو يختار أنهي قناة أسهل له يعني. إيه العقبات أو الصعوبات اللي بتواجهكم في الوصول لده باشمهندسة غادة؟ والله هي زي ما بقول لحضرتك، هي إحنا بدأنا الحمد لله بدايات يعني قوية ومستمرين، وبنصلح طول ما إحنا ماشيين، زي إن هو رحلة، التطوير ده بيبقى رحلة، ما أقدرش أقول لك إن إحنا انتهينا بالكامل من عملية التطوير، لكن الحمد لله عندنا خطط واضحة يعني بنراجعها أول بأول، بنقيس الأداء، يعني عندنا كمان إن المواطن بيشاركنا في قياس الأداء، وده بنحلل الرضا بتاع المواطن عن طريق طبعا طرق مختلفة من استبيانات وعن طريق إلكترونية وعن طريق شركات بتنزل فعلا يعني في استقصاء رأي للمواطن، وده بيدينا يعني دروس مستفادة وبنحسن طول ما احنا شغالين. ولما بالفعل القيادة السياسية وجهت ان بورسعيد اول محافظه رقميه في سنه 2018، واطلقنا فعلا في 2019 الانتهاء من المرحله الاولى من الحزمه الاولى من الخدمات، احنا شغالين حاليا على استدامه ما تم في محافظه بورسعيد والنجاح الهائل لمنظومه التامين الصحي، اتعلمنا منها دروس مستفاده، وبالتالي بنتفادى ده في الاقصر وفي الاسماعيليه، وعندنا بعد كده جنوب سيناء والسويس وكده. دي المرحله الاولى للتأمين الصحي اللي هم 6 محافظات، الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وبورسعيد، وبعد كده المراحل الأخرى لحد 2032 إن شاء الله. إن شاء الله. إلى أي مدى ساهمت جائحة كورونا في تسريع خطوات التحول الرقمي في مصر خلال الشهور الأخيرة؟ مقاومة التغيير اللي كانت من الموظفين ومن المجتمع الحقيقة، لما تبقى الأم في البيت تلاقي ابنها بيتعلم عن طريق من بعد، فبالتالي هي بقت لازم تقدر تعرف تبقى تدخل اكتر معانا في البرامج المختلفه، فاطلقنا مبادرات ازاي الام تتاكد من التصفح الامن لاولادها ولاسرتها عن طريق الانترنت. ايه اهميه الامن السيبراني؟ ان الامن السيبراني ده كانت الناس فاكره دول المتخصصين فقط، لكن امن المعلومات الحقيقه بقى اصبح هو أكبر تحدي بيقابل الحكومات، وأطلقنا كذا مبادرة للأمن السيبراني للمجتمع كمان مش للموظفين المتخصصين في مجال التحول الرقمي.